جمعوا التحف القديمة، استهوت العم الأخضر الرحال ابن بلدية والنوغة دائرة حمام الضلعة بن مسيلة منذ صغره، لما لها من قيمة تاريخية منذ قرون، فكل تحفة تعبر عن قصة وذكرى. هذه خادمها بابا الله يرحمه، السكة هذه هي السكة ما تاع الحرث، هذا خادم مانيش عارف لا في السبعين ولا هاني محتفظ به لحد الآن، هو اللي خادمه بيده، اليد نتاعو كانت تتمس فيها هكذا، الله يبارك. هذو ها هذو الأدوات، مثلا هذو الأدوات، هذو الأدوات اللي كان يخدم بهم، هذو الأدوات اللي كان يخدم بهم في الناب في الكير. هذه تسامر، مازلنا عندنا البرق، رانا نخدم اللي جينا، هذه يحدوا بها البيبان، يحدوا بها الزرايب، يحدوا بها كل شيء، فهمت؟ الابواب. تحف لا تقدر بثمن بقدر ما تقدر عن أصالة التراث الجزائري وبتوثيق التاريخ. مفتاح هذا لقيناه واحتفظنا به ومازلنا محتفظين به، هذو كانوا جدودنا يخدموا بها. نعم، ابواب خشبيه، ولازم يعني ما عندناش الالات الحديديه، كانوا نسانا جايزنا يشهروا بهم، هذو يديروهم شرك، هذو يديروا شرك تاع بكري هاك تشوف، هذو حوايجهم قنيين التعريف، يعني ناس حاجات ملقطين، هذه ساعة تاع بكري هذه الله يبارك، راهم يقولوا فضة، حوايج اللي نلقاها قديمة، قال هذه كانوا معلقينها جدودي، والله كانوا دايرينها والدي، والله عمامي، والله الناس البلدية، أنا لا يهمهم ما نخليهمش يروحوا، ماذا بيا ما نخليهمش يروحوا. الجولة لا تنتهي في هذا المحل، فكل ركن يوثق التاريخ والزمن العريق وتاريخ الأجداد.